الله يرحمه. طبعا انا مش عايزه اقول يعني حرمه الموتى. هو نزل من الدور الكام؟ تالت. هو خدي بالك شغله على الارض على الرخام كده يعني، هو نازل كده. فعارفه مثلا لو هو نزل وقع مثلا اقول لك نزل بجنبه، نزل بظهره، لكن هو نزل كده. الله يرحمه طبعا. هو شغله في التاني؟ شغله في التاني وطلع التالت. اليوم ده بالذات بعد ما انا طلعت طبعا منهاره مش عارفه اكمل الشفت خلاص، شفتي المفروض كان يخلص 9، انا من 7:30 او من 7 من 8 الا ربع بعد ما طلعنا ل 9 وانا عياط مستمر، مش عارفه اكمل شغل. الناس كلها مكمله شغل عادي، غرفه الاداره ضحك وكهكه ولا كان حاجه حصلت. طب يا جماعه في حد هيطلع ورا الاسعاف؟ مفيش، لان خلاص بقى انت شركه بتتكلمي في ارقام، مفيش حاجه اطلع ورا ليه، انا ورايا مكالمات لازم اخدها عشان نفضل مكملين شغل كلنا. دي خدي بالك ده مش عيب شركه، ده عيب اندستري او صناعه الكول سنتر كلها. دي مشكله صناعه الكول سنتر كلها، لا تسمح لك كموظف انك تسيبي مكتبك وتقومي في اي وقت، ما ينفعش. انا مقدره ده، بس في الاول وفي الاخر هنا عندي امرجنسي ما بتتكررش في حياه بني ادم ولا مره تقريبا في العمر. يعني هاتيلي ناس عاشت عمرها كله حصل قدامها ان واحد انتحر. احنا خدي بالك الناس اللي عاشت اللحظه دي احنا نعتبر PTSD. انت لازم تعالجني نفسيا، انت لازم تعالجني من المنظر، من هول الصدمه اللي انا شفتها جوه شغلي. كملوا حياتهم، الاداره كملت شغل وانتوا كملتوا شغل. انا بقى وانا مروحه لقيت واحد بتاع امن واقف في الحته بتاعت مكان الدم عشان النيابه جت، فسالته قلت له الراجل مات ولا لسه ولا ايه، لان انا كنت مرعوبه ان الراجل يعني استغفر الله العظيم، بس ولو عاش كان هيعيش مشلول، انت ما شفتيش المنظر. فانا كنت من جوايا بصي انا حتى بترعش وانا بفكر في الموضوع. المهم فلقيت الامن بيقول لي، بقول له ربنا يرحمه ويغفر له، قال الله اعلم. قلت له يعني انا اتصدمت ما ردتش عليه من كتر الصدمه. فلقيته بقول له طب التالت الكاميرات، لان الكاميرات على طول في المبنى شغال 24 ساعه. لقيته بيقول لي لا اصل الدور التالت مش شغال. فانا مش فاهمه، هل انت حد قال لك تقول كده ولا هي فعلا مش شغاله ولا في حاجه حصلت احنا ما نعرفهاش؟ الله اعلم. الله اعلم. احنا بصي انا يعني مش عارفين، وعمرك ما هتعرفي توصلي، لانه في الاول وفي الاخر هو طلع التالت وانت بتقول الكاميرات مش شغاله، مع ان الكاميرات شغاله طول الوقت وفي وقعات حصلت في الدور الارضي وفي الدور الاول والكاميرات غطتها بالكامل. فانا ما اعرفش بقى الدور الثاني والثالث وضعهم ايه، بس هو شغله في الثاني. فبالتالي ده بيبرر، يعني هو الموضوع واضح ان انا شغلي في الثاني وطلع الثالث، هطلع الثالث اعمل ايه؟ طيب نور كانت طبيعته ايه؟ والله بصي انا كل زمايله اللي كانوا شغالين معاه قبل كده واللي كانوا بيركبوا معاه الباص تواصلوا معايا وقالوا لي ان هو راجل محترم. هل انا اعرفه شخصيا او اتعاملت معاه شخصيا؟ لا. انا واحده شاهدت الواقعه، استنيت الواقعه دي حصلت يوم الثلاث الساعه 7:30، روحت البيت منهاره. انا قلت انا هطلع دلوقتي اعمل فيديو، بعدين قلت لا انا هستنى يمكن الشركه تنزل نعي، انا ماليش دعوه، انا هستنى الشركه. قعدت والله العظيم نايمه تحت البطانيه بعيط وبترعش، ماسكه ببص على صفحه الشركه، ماسكه الموبايل ببص على صفحه الشركه، لدرجه ان انا بقيت بنام اللي انا مستنياكم تنزلوا نعي يا جماعه. استنيت التلات، استنيت الاربع، استنيت الخميس، وانا عماله بتابع، مفيش حد يتكلم يا جماعه، مفيش حد يتكلم. ازاي؟ انا كلمت حتى اهله بقول لهم يا جماعه حد من الاداره تواصلوا معاكم؟ قالوا لي لا. انا طبعا اهله دول سالتهم السؤال ده بعد ما طلعت بقى الفيديو. فالمهم قلت لا انا لازم اتكلم، انا لحد الخميس بالليل وانا منهاره، انا لازم اتكلم. فطلعت بالفيديو، والفيديو انا لا هدفي بيه ان انا اشهر بحد ولا هدفي بيه ان انا اهاجم حد، انا واحده طالعه شهدت واقعه بحكيها صح، بدليل ان انا لا قلت اسامي اشخاص ولا قلت اسامي شركات. انا كان هدفي ان انا اقول يا جماعه الحقوا حصل 1 2 3 والشركه حتى ما نزلتش نعي.